السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات الإذاعة، إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذه حلقة ثانية من الحلقة المتعلقة بالإنفاق ومجالاته ووجوهه وفضله وما يتعلق بالإنفاق، تحت العنوان الرئيسي الصيام جنة. واليوم سنذكر إن شاء الله آثار هذا الإنفاق على الفرد المنفق وعلى المجتمع في الدنيا، وما يحققه من خير دنيوي، وكذلك ما ينال المنفق من أجر عظيم عند الله تعالى. والله سبحانه وتعالى خلق العباد واختصهم بالمال، وخلق الفقير والفقراء. والمال كما نعرف أن الإنسان وأتى إلى الدنيا ليس له مال، لا يملك شيئا، بل أتاها عاريا، ثم مكنه الله تعالى في الأرض وهيأها له وأعطاه من الوسائل ما يكتسب بها المال، فتصبح له ثروة عظيمة ربما من المال، ويصبح غنيا. ثم بعد ذلك سيغادر هذه الدنيا ويترك ما تحصل عليه من مال، ولكنه سيسأل عنه بطبيعة الحال، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. روى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وأثر الإنفاق والتعامل والإحسان له أثر يساعد في بناء المجتمع، في لحمته، في اتحاده، في المحبة، تنتشر المحبة بين أفراده. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي حديث آخر أيضا متفق عليه عن البشير بن النعمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا هذه الآثار وتظهر جليا في المجتمعات التي تعمل بما أمرها الله تعالى به وهو الإنفاق. شيخ الطيب، أثار الإنفاق في الدنيا وفي الآخرة كثيرة، ولها نفع للمجتمع وللفرد في الدنيا وفي الآخرة. تفضل شيخ. أنبه إلى ملاحظة وردت في قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أننا أعطانا رب سبحانه وتعالى المال وجعله بين أيدينا لنتصرف فيه، لا لنستبد به، لا لنمسكه، لا لنحرم يعني الفقراء والمحتاجين منه. هنا يعني ثم فائدة، وهو أن الإنفاق والاستجابة إلى أوامر الله في هذا الباب ينزع مشاعر إمساك الأموال عن الإنفاق والشح
في بذلها، وكأن الله تبارك وتعالى بمعنى يقول يا عبدي، يا من سقت لك من الرزق كذا وكذا، ينبغي أن تنفق، وينبغي أن تعلم أن الذي رزقك ذلك هو الحق تبارك وتعالى. الإنفاق من ثماره يعني عديدة، من أهمها هي المغفرة. ربي سبحانه وتعالى يغفر للمنفقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعد المتقين الذين ينفقون، الذين ينفقون في السراء والضراء. ربي سبحانه وتعالى يضاعف الأجر عليها، يعني في الدنيا وفي الآخرة. فيقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني ولذلك الآية تؤكد على معناها توسع الثواب في هذا. كذلك بمعنى في تكفير الذنوب، المولى تبارك وتعالى يكفر الذنوب، فالمغفرة تقتضي الذنوب، ومن ثم في حديث الكفارات إطعام الطعام وإشاء السلام وصلاة بالليل والناس النيام، وأحاديث كثيرة في هذا. أفضل الأعمال إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس النيام، يعني متعددة في هذا الباب. تكفير الذنوب، كذلك الفوز بطمأنينة القلب وبراحة النفس. فقدر يعني جاء في الحديث الذي يرويه الطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال هذيك: أنفق يا بلال ولا تخشى عند ذي العرش إقلالا. يعني هي ريواردة: أنفق يا بلال. ولو أنا سمعتها من بعض الشيوخ: أنفق بلالا بس تجي قد بس تجي مسجع ولا تخشى عند ذي العرش إقلالا، أما هي أنفق يا بلال. ثم كذلك التحابب بين الناس، يعني الإنفاق يجيب المحبة الحق. معناها كان النفوس المريضة هي اللي تبغض وتحسد، لكن الناس اللي معناها كلما أحسنت له معناها وهو اللئيم، إن أنت أحسنت الكريم ملكته، وإن أنت أحسنت اللئيم تمرد، ذلك لا خير فيه، معناها لا حديث عنه. أما ما عدا ذلك تهادى وتحاب، يقول معناها صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الإنفاق أن الإنفاق، أن الصدقات إن شئت، أن صنائع المعروف الكل، رأي كلمة إنفاق تدخل في هذا الكل، حتى صنائع المعروف، رأي تقييم صارع السوء، يعني تحفظ الإنسان من ميتة السوء، سواء ميتة السوء يعني على الكفر، على سوء الخاتمة سوء العقب عفاكم الله، وإلا ميتة السوء في حادث فظيع شنيع، في حرق، في حرب هذه مدمرة، يعني هذه كلها مصارع السوء. في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. حديث آخر: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها ويذهب الله بها الكبر والفخر، رواه الطبراني عن عمرو ابن عوف. يعني كذلك من 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 ثمارها من 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 ثمارها أن المولى تبارك وتعالى يبارك للمنفقين، أن الله تبارك وتعالى يحبب الناس فيهم، على كل الناس العاديين، فإنهم يعني يعاملونهم معاملة سيئة حسنة ويكونون لهم يعني أحبابا. ثم هذه الصدقات أو هذا الإنفاق يعني عبارة عن نظام ضمان، نظام أيوة تأميني معناها، بحيث إنسان يأمن ماله عندما
يخرج صدقته، صدقة المال اللي هي الزكاة، يعني أعز شيء. وإذا كان الناس اليوم يبحثوا عن تأمين ثرواتهم اليوم فيؤمنوها أو يؤمنونها في البنوك الربوية وما شابه ذلك، فلنقول لهم يعني خرج زكاة مالك، ففي ذلك تأمين، وتأمين معناه هام جدا. ربي سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وهو الذي كذلك يمنع، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، وكل شيء بحكمة الله وبقدره. تفضلوا. بارك الله فيك الشيخ. الشيخ بسام، أثار الإنفاق هام جدا، يزيدنا بين يسموها المستمعين، واللي يسمع الخير هذا الكثير ما عادش يتردد، معناها يساء كما قال الشيخ وذكر الآيات: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصلاة والصدقة. تفضل شيخ بسام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. التصدق في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله عنده فضل كبير كبير جدا. تعرفوا اللي الصدقة تطفئ غضب الرب، رب سبحانه وتعالى على جلالة قدره يرضى ويرضى عن عبده بعد أن كان غاضبا عليه. والصدقة تمحي الخطايا، الإنسان الخطايا ذيك عبارة بالفسختها معناها، وتقيه من النار، تكون ضمانك الصدقة هذيك تمنعه من النار. تعرف للناس يتظللون يوم القيامة في ظل صدقاتهم. معناها إذا كانت الصدقة كبيرة سيكون الظل كبيرا، وإذا كانت الصدقة صغيرة سيكون الظل صغيرا. والناس في الوقت هذاك، فك الموقف العصيب هذاك، فك الشمس والحر، في أحوج ما يكون إلى ظل، وما خيرش من الظل هذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. كما قلنا الإنسان يستظل يوم القيامة في ظل صدقته. الصدقة عندها آثار حتى في الدنيا. صدقة تعالج الأمراض البدنية والقلبية وتمنع جميع البلايا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبلاء الدعاء. داووا مرضاكم بالصدقة. الإنسان عنده مريض يقدم بين يدي الله صدقة، يتصدق عليه بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يشفي له المريض متاعه، ثم يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ويطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى. كما قلنا الملك ذاك اللي يدعو للمتصدق كل يوم كل صباح، ما من يوم الحديث ذاك إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. يعني هؤلاء الملائكة تدعو له بالخير. بالنسبة للمتصدق، ربي سبحانه وتعالى يبارك له في ماله وينميه ويزيده، كما قال الشيخ طيب، قال ضمان، هذاك ضمان رباني وتأمين من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ربي يضاعف لهم الرزق متاعهم ويضاعف لهم أيضا الأجر متاعهم في الآخرة. بل المتصدق رابح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ربي سبحانه وتعالى يضاعف لهم، قال يضاعف له ربي الرزق متاعه ويخلف عليه، وقال ولهم أجر عظيم، يضاعف له ربي الأجر متاعه. صاحب الصدقة ينادى يوم القيامة من باب خاص، باب في الجنة يسمى بباب الصدقة. ربي سبحانه وتعالى يرزق المتصدق الجنة، وخاصة إذا اجتمعت تولى الصدقة مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم كامل. كل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من تصدق اليوم على فقير، من اتبع أو تبع جنازة. كي يجتمعوا الأعمال هذوما الكل في يوم واحد، فإن الله تعالى يرزقه الجنة. الصدقة، الصيام، اتباع الجنائز وعيادة المريض كي تجتمع في يوم واحد. المتصدق ربي يشرح له صدره. انت شوف المتصدق الشعور اللي يحس به وقت اللي يقدم صدقة للفقير، ويشوف ملامح الفرحة في وجهك الفقير هذاك. ربي سبحانه وتعالى يشرح له الصدر متاعه، يرزقه
الطمأنينة وراحة البال، على عكس البخيل. البخيل ربي يقبض له الصدر متاعه والعياذ بالله ويحس بالثقل. الصدقة هي حتى من الاسم متاعها هي دليل على صدق العبد. شكون اللي يتصدق؟ هو الإنسان الصادق، الإنسان اللي يحب ربي سبحانه وتعالى، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يحب الفقراء. هذيك الصدقة تترجم الشخصية هذيك. ما الصدقة هي دليل على صدق العبد وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. الصدقة كما قال شيخ طيب، قال هي تطهر المال. عندك مال وباش تخرج منه النسبة الضئيلة هذيك 2.5%، ولا باش تخرج العشر ولا نصف العشر، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك في الـ في الـ في الباقي. توا 1000 دينار، معناها ال 1000 دينار نتاع الزكاة من جزء من 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 من, من النصاب، كي تخرج منها انت قداش تخرج منها؟ باش تخرج منها 25 دينار. شنو باش يقعد لك؟ يقعد لك 975 دينار، ولكن ربي سبحانه وتعالى ينزل فيهم البركة. وكل 25 دينار هذيك انت باش تغني بهم الفقير اللي كان معدوم ما عنده حد شيء. ربي سبحانه وتعالى ما لا يطهر لك المال نتاعك، يخلص لك. ما بالكش انت عامل ذنوب مثلا، عندك لغو، عندك حلفت بالكذب، غفله، هذيك الكل تطهير للمال. مال المتصدق هو في كلا الحالتين هو فائز، هو الرابح. قبل ما يكون الفقير هو الرابح، انت الفائز الاول. وخاصة اذا كانت هالصدقة هذه تكون صدقة جارية، يكون النفع متاعها في الدنيا ويتواصل حتى بعد الممات. الانسان اللي العبيد اللي بناوا الجوامع واللي حطوا النافورة الصغيرة ذيك متاع الماء اللي تتوفر الماء البارد، واللي تصدق على عمل حاجة اللي قعد الثواب متاعها متواصل. صحيح هما توا في قبوراتهم، ولكن الأجر قاعد يوصل لهم. العام يقعد الأجر ذاك متواصل. من أفضل أنواع الصدقة هي الصدقة الجارية، لأنها تنفع الإنسان في حياته وتنفعه في آخرته. اللي يعلم الإنسان علم مثلا قرآن ولا علم حاجة، تنفعه في آخرته وتنفعه في دنياه. تفضل شيخ. من شكرا لأخي بسام. وبني حضرتني ملاحظة، وهذه منها في مجتمعنا نعيشها اليوم، وهي الصدقة على أولي الأرحام. نحن في مجتمعنا منها عدة عائلات تشكو ارتجاجا في هذه العلاقة، علاقة بين الإخوة وبين الأخوات وأبناء العمومة وغيرها. تجي هنا الإنفاق، وتجي هنا الصدقة باش يخفف من حدة كل العداوة وكل البغضاء. ففي الحديث الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، صلة رحم. بل في حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح يعني اللي يكرهك، اللي يبغضك، اللي ما يسألش عليك وما لا يكلمك لا في التليفون لا يزورك لا شيء. بالعكس هذاك أنا نعطيه الصدقة متاعي، نعطيه الزكاة متاعي. تو في رمضان نعطيه، نبعث له معناها قفة، نبعث له معناها إطعام، نبعث له شوية لحم، معناها شوية كذا، شوية حلويات إلى آخره. هذاك ذي الرحم الكاشح يعني لابد مستأثر فيه هذيك. ولذلك هذا مطلوب يلزمنا في ما نقولوش هو يكرهني بغضني ما يسألش عليا قلبني سلفته ما نقلبني في فلوس يعمل إلى آخره. أنت مش تعطيها لوجه الله، يعني صلة الرحم أنا تزيده في العمر وتبارك له في واحد. من هذا حبيت تعليقا على كلمة ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. أنت قلت هو هذه تنحي هك الحقد وهك الكراهية وهالضغينة وهك ربما الأشياء، وهي في الآية اللي كنت ذكرتها، أنت ذكرتها في تدخلك، اللي هي سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. شوف ايش قال بعده، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سامحني شيخ بسام، تفضل عندك ما تواصل.
هذا هو نفس الفكرة، معناها أنه الإسلام هو دين اللي يدعى إلى الصدقات، وربي سبحانه وتعالى جعل باب الصدقة مفتوح على مصراعيه. الإنسان معناها كل واحد ينجم يتصدق بما يملك، ولا حتى بحاجة بسيطة. الصدقات ما تقتصرش على تقديم الأموال، وتنجم تكون أيضا الصدقة بالكلمة الطيبة، تكون بالنية الصادقة. المعروف هو يعد صدقة في سبيل الله، والإنسان ينجم ينفق على نفسه، ينفق على أهله، ينفق على أولاده، ويحسن إلى أقاربه وأرحامه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله سبحانه وتعالى. وتعالى يخلفه يجازيه على اللقمة يضعها فيه، في معنى الحديث في زوجتي مرحتي اللي من ولده. كما قلنا معنا فما برشة أنواع من الصدقات. بارك الله فيك شيخ. أنا نحب نعرج على حاجة، هي فما منزلة ومرتبة ما هوش الناس الكل يوصلوا لها، منزلة عظيمة جدا. إذا كان نالت أو نالها المؤمن لا يهمه ما فاته من الدنيا، تبديش مصائب الدنيا الكل نازل عليه تهون، هي أن يسعد بمحبة الله تعالى له. إذا كان حبه ربي، إذا كان ربي حب العبد، هذا شيء آخر في الدنيا وفي الآخر. ومنها هذيك الحديث المعروف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. حديث عظيم جدا، حديث في صحيح البخاري. يعني الله سبحانه وتعالى بداه بحرم أنه أي إنسان يؤذي مؤمن، من عاد لي وليا، ثم الولي هو التقي العالم بالله تعالى المواظب على طاعته، ثم يتولى الله سبحانه وتعالى أمر هذا العبد، يعني في بصره لا يبصر إلا بما يرضي الله، ولا يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يعمل بيده، ولا ينفق بها أو يأخذ أو يتحصل بها على المال إلا بما يرضي الله، وكذلك لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله الله تعالى به، ثم دعاؤه مجاب. هذا ينال بها محبة الله، فإذا أحببته قال. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي أي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ملائكة، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي حديث زاد مسلم: إن الله إذا أبغض إلى غير ذلك به. هذا يجرنا إلى حديث اللي في الإنفاق، رواه الأصبهاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله عز وجل؟ يحبهم ربي. ونحن كنا نتحدث توا إذا نال محبة الله تعالى سعيدة في الدنيا والآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا.
هذه تدخل في الإنفاق، ثلاث حاجات هذولا يدخل في. فإذا الإنسان أخلص لله تعالى في الإنفاق وابتغى وجه الله تعالى وأطاع الله تعالى نال محبة الله تعالى له وناله هذا الأجر العظيم. احنا وصلنا الى نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة ان شاء الله، ولنا عودة بعد هذا الفاصل ان شاء الله. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على امواج الحياة فام. الصيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عودة إلى الحلقة المتعلقة بفضائل الإنفاق ووجوهه ووجوهه إن شاء الله. مش نواصل في هذا، احنا بدينا نتحدث عن الأثار وما يعطيه الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم للمنفق وما يتحقق من خير في الأسرة في المجتمع الذي يتعاطى هذا الإنفاق لوجه الله تعالى. الشيخ عندك إضافة في هذا الأمر؟ والله نحب توظيف هذه الفضيلة أيوة في حياتنا اليوم وتكريسها وإعادة الاعتبار لها حتى لا تظل يعني مجرد هكذا يد عليا ويد سفلى. نحب نرفعها وبذلك معناها ترتفع معنويات الفقير والمحتاج ولا يظل يسأل الناس منها الحافل. هذا اش حبيت ما ينبغي منها لمن يهمه الأمر والشأن العام في البلاد وللأئمة ولعلمائها أن يعطوا هذا المرفق وهو الإنفاق أن يعطوا مزيدا من الاهتمام ويحاولوا أن يطوعوا كثيرا من الوسائل المتوفرة في المجتمع لفائدة ذلك حتى تتحقق منه ما سمعنا من الفوائد. وذلك ينبغي أن ينظم يعني هذا الإنفاق أو هذا المرفق ويرتب معناها ترتيبا يتماشى مع حاجيات العصر ويتماشى مع مطالب الناس. من ذلك تنظيم هيئات وتنظيم جمعيات مختصة تسهر معناها على ذلك وتحفظ المسارات مسارات الإنفاق، وهذه الهيئات والجمعيات تكون تحت منظومة معناها قانونية معناها دقيقة وجيدة. بعث المشاريع المدروسة معناها على ضوء الأحباس أو الأوقاف تنمي الأموال المجموعة وتسهر على إنفاقها معناها بصفة منظمة وبصفة محكمة يعني بصفة معناها رشيدة. كذلك تدخل أهل اليسار وأهل الثروات بالإنفاق يعني على العائلات المعوزة كأن يقدمون معناها بعض المساعدات للأطفال وللشبان داخل هذه البيوت لمواصلة دراستهم لمواصلة تعليمهم معناها في ظروف معناها جيدة، وبذلك نحفظهم من التشرد ومن الضياع الذي نرى، لأن الفقر الواقع هو سبب البلايا الكبيرة التي نراها من حولنا. إعادة زاد كيف إعادة هيكلة صناديق الزكاة والحرص على تجويد عملياتها ونشاطها حتى تساهم بجدية وتساهم بدقة في محاربة الفقر ومحاربة الحرمان. من كذلك إقامة مؤسسات فاعلة في البلاد، مؤسسات معناها قوية ولذلك لا تضعف ربما بضعف الحكومات أو بضعف الأنظمة. ينبغي أن تكون
هذه الهيئات بمعنى ذات معنى قدم راسخة، ولا يكون ذلك إلا بإحاطتها بجملة من القوانين الجادة. فلما لا تنظم، أو بالتالي بمعنىها على غرار الكنام والصناديق هذيك الاجتماعية، لماذا لا تنظم صناديق منها جهوية في الولايات تكون منع عن قرب، وخاصة ولاياتنا متفاوتة في الفقر متاعها، ومتفاوتة منها في حاجياتها. يعني حبذا لو تكون منها ولاية القيروان، ولاية مترامية الأطراف، ولاية أكثرها منها ريف، منها ريفية، والريف نعرف بمعنى فما مكمن ربما من الخصاصة والحرمان. تقام هناك هيئات، تقام هناك منظمات من تشرف على انتشال هذه العائلات من المعوزة من فقرها، وذلك بالإشراف على عملية التوزيع، توزيع من القيروان بيد عندها ثروة، عندها وتتمثل في الخيانة ذوما رجال الأعمال اللي عندهم ثروات، والفلاحة الكبار زادة اللي عندهم الإمكانيات، معناها هذا الكل راهو ممكن معناها. والناس بمعنى فما ثقافة، معناها ثقافة معناها الاجتماعية هذه، ثقافة التجارة وثقافة تنمية الأموال وترشيدها موجودة بحول الله في البلاد، وعن الكفاءات اللي تحرص على ذلك. يكفي أن تبعث بمعنى هيئات منظمة، هذا شنو نقول، وتحت المراقبة هي، حتى مش تكون منظمة حتى لا يقع العبث معنى فيها، معنى تكون تحت مراقبة وتقدم المساعدات الضرورية والأساسية، وفي أن الواحد تخفف عن الدولة وعن مشاريع الدولة. يعني معذورة التشغيل، هذه تشغيل الشباب، ثم أموال معنى كبيرة نعرفها بمعنى جامدة في البنوك، وربما منكم في البيوت زاد ممكن يعني، ولذلك ما مشتنموا بالربا في البنوك ولا في البيوت، معنى مش كون عرضة للسرقات والإتلاف، ولذلك هذه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، هذا الكنز يعني هو من فيه مضار كثيرة بالمال وبالمصالح العامة وبمصلحة الذين يكنزون هما أنفسهم. إن شاء الله بمعنى اللي نتمنوه هو أن رمضان وأن الحديث عن فضيلة الإنفاق يعني تتوسع، باش تولي بمعنى باش تولي قضية معناها اجتماعية عامة تهم الناس جميعا. بارك الله فيك شيخ. عندك إضافة الشيخ بسام فيها؟ صحيح، هو العمل المجتمعي معناها مهم جدا في على مستوى معناها الناس كل تتضامن مع بعضها، وما يقعدش معناها الفقير معزول وما يحس به حتى حد. زاد أيضا الإسلام يدعونا إلى النفقة على النفس وعلى العيال وعلى الأهل. الإنسان قبل ما يساهم في المشاريع الاجتماعية يلزم يززي الأهل متاعه، يززي داره قبل كل شيء. هو الكل خير، لكن من تعديه من مرحلة إلا من حقه الاكتفاء الذاتي. ذاك علاش هنا فما حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الحديث يرويه الإمام مسلم. ما النفقة على العيال والنفقة على الأهل راهي مهمة ياسر. ساعات قلبه معناها ينفق نفقات خاصة، وتلقى يمشي للقهوة ويصرف في مصاريف ويلعب في الكارتة، وتلقى صغيره مستحق للحليب ومستحق للكوش ومستحق حتى في لبسته، والمرأة ناقصة. هذا ليس معناها ليس من عمل المؤمن. عن أبي عبد الله يقال له عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ما نشوفه كيفاش اللي النفقة الإنسان يبدأ بالأقربين، يبدأ بالأهل متاعه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث طويل، هو نأخذ منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. اللقمة معناها تحطها في فم زوجتك، هذيك ربي سبحانه وتعالى يثيبك عليها. أنا اللقمة، اللقمة الحلال، وإذا كان يصحبها خاصة بالنية بالطبيعة يبتغي الوجه الله، أنه ما يعف أهله أنه يسترهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زاد في حديث: أطب مطعمك تجب دعوتك. يعني يكون الطعام طيب فإن الإنسان يمد يده ربي سبحانه وتعالى يقول يا ربي، يقول ربي لبيك عبدي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي يطيل السفر، الحديث أشعث أغبر، في الآخر قال معناها ثم يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يستجاب له ومطعمه حرام وغذي بالحرام. ليش ربي باش يستجيب له وهو الأصل متاع المال بتاعه حرام؟ ما من أسباب إجابة الدعاء أنه الإنسان يكون الكسب بتاعه من حلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرويه ابن مسعود: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. يعني الحضور يحتسب الأجر من الله تعالى، يحتسب الأجر من الله بالنية. أي مش يمشي الراجل فما رجال تلقاه يأكل البرة وكل شيء والمرأة يخليها ناقصة مثلا ولا يقضي لها قضية خفيفة. بارك الله فيك. شيخ فضل، إضافة، أنا مشكل آخر. أنا عارف قد الإنفاق منها قضية اجتماعية عميقة. هما الأبناء المطلق، المرأة المطلقة به منها ما عندهاش نفقة هي، لكن ما دام خرجت من العدة ما عندهاش نفقة لا في الدين لا في القانون. أبناء شنو ذنبه؟ ولذلك اللي قاعد يقع والقضايا الاستعجالية منها اللي بكثرة هي مسألة هروب الأزواج المطلقين من الإنفاق على أولاده. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومش يضيعوا هكذا الأولاد هذوك يعني، وحتى لو حكم القاضي يعني بنفقة يحكم بها معناها حسب طاقة وإمكانية الزوج ذاك المطلق. أحيانا الزوج المطلق ما ليس له شغل، وإلا بمعنى هو نفسه معاطل ويتكاسل عن الشغل، ويعني كيفاش مش يعيشوا كالأبناء هذوك. ثم هو يماطل هذه الزوجة في تقديم النفقة لها، زادة يعطيها شهر وشهرين وثلاثة ويهرب عليها يعني كذا، بحيث هذه من مسألة اجتماعية بمعنى هامة جدا. وراه في الإسلام يعني يحاسب الرجل على كل الوليدات ذوك اللي ضيعهم، ويحاسب زاد على تضييع والديه الفقيرين زاد كيف من ينبغي أن يوفر لهم ما استطاع من أمور القوت ومن أمور الدواء ومنها غير ذلك. بارك الله فيك الشيخ. الشيخ بسام، ذكرت أنت أن الإنسان من واجبه أن يبدأ بأهله بأسرته، وابدأ بمن تعول. أي وابدأ بمن تعول أولا، أولاد كان صغار وهم مازالوا مش قادرين على التكسب وغيرها، ثم نفسه باش يعفها، ثم أبويه إذا كان هما كبروا وما عادش قادرين على العمل وما عندهمش مال، هذا الأولى. واجب هو الإنفاق عليهم. لكن هناك مسألة أخرى احنا ربما ما ذكرناهاش، هي داخلة في الإنفاق، وهذه هي تصل إلى درجة الإحسان أعلى مرتبة، وهو الإيثار. الإيثار واللي قال فيه ابن القيم رحمه الله في تفسيره لمعنى الإيثار، هو أن يقدم غيره على نفسه، أي بمعنى أن تطعمهم وتجوع، هما جياع وأنت جائع،
وهو جائع يؤثر انفاق المقل أي. تطعمهم وأنت وتجوع وتكسوهم أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتظمأ. وهذا اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى في ذكر المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الحديث المتفق عليه وهذه معروفة القصة هذه أو الموقف هذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد الجوع الشديد فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار قيل أنه أبو طلح في بعض الرواية فقال أنا يا رسول الله فذهب به إلى أهله هزوا أهل داره فذهب به إلى أهله فقال لمرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله الليلة من فلان وفلان وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الإثار أو هذا الأمر بطبيعة الحال فيه خير كثير لكن هذا يترك أهله أبناءه جياعا دون عشاء وهو وزوجته وأعطى ذلك الطعام اللي هو قليل لا يكفي إلا للضيف وآثر هذا الأمر الإثار هذا موجود مش على موجود ليه ما كملت القصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضحك الله من صانعكما البارحة يعني ربي سبحانه وتعالى بات راضيا على الزوجين هذوما اللي عجيب هنا قال في الحديث اللي عندي أنا اللي رواه يقول ثم قال عليه الصلاة والسلام عجب الله تعالى بفلان وفلانة أثروا ضيف رسول الله على أنفسهم وعلى أطفالهم وعجب بمعنى رحمهما وقدر عملهما سبحانه وتعالى وأجرهما الأجر العظيم. هنا الحالة هي خاصة خطر هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان جاي مثلا ضيف آخر ممكن الإنسان مش بشي يعطي قوت صغار ويضيف الضيف يولي ممكن خطرك صغار هذوك ما يستحملوش الجوع كما الإنسان الكبير. تفضل شيخ. يعني تعضيدا لهذا الحديث في صورة أخرى ولكن بالآية القرآنية اللي قال فيها تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنهما والحسن والحسين يعني نذر عملوا نذر باش يصوموا 3 أيام لله في سبيل الله إذا شفي ابنيهما ولا ابنهما واحد منهم به يعني هما وضعوا الطعام بين أيديهم في الليلة الأولى عند الإفطار يعني جاءهم بمعنى مسكين مسكين جاءهم المسكين بمعنى قدموا له الطعام من بين أيديهم وبقاوا صايمين الغدوة. في النهار الثاني جاءهم الأسير وجاءهم اليتيم ساعة ثم بعد جاءهم النهار الثالث بحيث 3 أيام وهم طاعون من لا يأكلون ولم يطعمون وكل أقراص هذيك لكلها مشات. ربي سبحانه وتعالى نوه بهذا الموقف وأنزل فيه قرآن يتلى يعني شوفوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وينبغي أن يكون كذلك. ثم في الآية ثم التنويع
في الناس اللي يعطونا النفقة. يعني شفنا اليتيم معناها أسير والآخر معناها مسكين، ريتو كيف مسكين والفقير واليتيم زاد كيف كيف الذي ليس له مال لينفق منه، والأسير وهو الإنسان الأسير في حرب أو في شبه ذلك، بحيث من الإنفاق منها فهو فضيلة، وهو فضيلة شاملة وعامة، ويعني نحتاج إلى ترشيد سلوكنا فيها وفق ما ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قصة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا سيدنا عبد الله كان كريما جدا معناها، خاصة مع الفقراء والمساكين، وما كانش يعمل هكا معناها للمفاخرة وللظهور، لا بالعكس، هو كان مخلص النية لله تعالى. سيدنا عبد الله بن عمر كان نادرا ما يأكل لوحده، ما كانش وحده بكل، بل يطعم معه اليتامى والفقراء، يلزم معاه مسكين ولا فقير ولا يتيم، يشاركوا الطعام متاعه، يمشي يعيط لهم يهزهم للبيت متاعه. وحتى أنه مرة كان يعاتب واحد من أبنائه، عمل وليمة استدعى فيها الأغنياء، مستدعاش الفقراء هذوما. هذا يتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان يجلس أهل الصفة. أي قال له تدعون الشباع وتدعون الجياع، استدعيت اللي لابس عليهم وشبعانين وخليت الفقراء. الله بن عمر ماذا قعد هو ديما محافظ على العادة هذه، ما يأكل كان مع الفقراء والمساكين، حتى أضر ذلك بجسمه. في يوم من الأيام عث الواحد يتيم، قال كيف الشيخ أضر بجسمه؟ يعني الطعام تاعه كان يقسم فيه هو، كان يؤثرهم على نفسه، يعني زوجته تعطيه يأكل قليل تعطيه خبزة يقسمها هو وكل فقير هذيك مثلا. فما مرة بعث الواحد يتيم باش يشاركوا الطعام تاعه فلم يجده، اش عمل؟ احتفظ بالحصة نتاعو وخلها له لين جاء واعطاها كل الحصة هذيك. لكن كان حريص، علاش كان حريص؟ لانه كان يقول لعل احدهم يكون ملكا يوم القيامة. منين جاب هذه؟ خاطر يعرف منزلة الفقراء والمساكين عند ربي سبحانه وتعالى. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فاذا عامة من دخلها المساكين. المساكين هما أكثر سكان أهل الجنة. ذاك عليه سيدنا عبد الله كان معناها ينفق على المساكين. في مجلس واحد أنفق 22,000 درهم في مجلس واحد، وأعتق في حياته أكثر من 1,000 عبد. وجاء عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه 100,000، كسب 100,000 في يوم. قال: فأنفقها قبل أن يحول عليها الحول، وتعدى العام إلا ما أنفقها الكل فعلى الفقراء والمساكين. وكل ما كان الحاجة هذه اللي يتحصل عليها تكون غالية، كل ما كان ينفق منها أكثر، تطبيقا لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان سيدنا عبد الله يتصدق بأحب الأشياء إلى قلبه، هو كان من الطعام يحب السكر، وكان يتصدق ياسر بالحاجة هذه، فهمت؟ ومعناها كان معروف عنده حاجة أخرى، كان يجيب دعوة الفقير، كي واحد يستدعاه من الفقراء ما يتكبرش عليه، يمشيله. وكان لا يرد أحدا، كان يأتيه المجذوم، المريض عافانا وعافيكم الله بالجذام، فيأكل معه ويده تسيل دما، يبدأ معناه الدم يقطر من يده، هو يأكل معاه وما يعيفش الماكلة معاه. هذه مرة سيدنا عبد الله بن عمر أهدي إليه جوارش. الجوارش هو دواء يهضم الطعام، يأكله اللي عنده تخمة يعطيه دواء ذي بشي يهضم الطعام هذي. فقال عن نفسه: إنه لم يملأ بطنه منذ 40 سنة فلا حاجة له به. قال له: الهدية هذه ما نحتاج لهاش. أنا أشوف سيدنا عبد الله معناها كان رقيقا، وكان محبا للفقراء والمساكين. هو هذا دأب الصحابة الكرام. هو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مما يذكر عنه أنه خرج مع أصحابه خارج المدينة، ونصبوا سفرة وأصحابه، مر راعي يرعى الغنم فدعاه
عبد الله بن عمر قال له يا راعي تعالى فأصب معنا شيئا من الطعام. فقال له النساء. فقال له تصوم في هذا اليوم الشديد حره وأنت وراء هذه الأغنام وفي هذه الشعاب و. قال له أبادر أيامي. حب يزيد يختبره. قال له بعنا شاة. قال يعني شاة نذبحها نأكل منها ونعطيك من لحمها، نعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه. فقال له ليست لي، هي لسيدي. قال له لو قلت له أكلها الذئب ما يقول لك حتى شيء، يعني كان تقول راه الشاة ذيك أكلها الذئب. فقال الغلام أين الله وأين الله، وذهب الغلام وما عرفوش ما يدريش عليه، وقعد يقول له أين الله، حتى أن عبد الله ابن عمر بقي يردد قول الشاب هذا الراعي، يقول أين الله أين الله أين الله. بعد ذلك اشترى الغنم و يعني اعتقه وهداها له، هذا من الانفاق ربما جزاء لك الله. احنا اتينا الى نهاية هذه الحلقة ان شاء الله، فنسأل الله تعالى ان يتقبلها منا بقبوله الحسن. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.